الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الأبواب، وعندنا بعض الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله تعالى بعدين. إن شاء الله توقفنا في الدرس 11 أحكام الهمز عند ورش. أحكام الهمز: الهمز لغة مصدر همز يهمز، ومنه همزت الدابة أي غمزتها، وهمزه دفعه وضربه، وهمزه اغتابه، ومنه قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة في لغة العرب نوعان: إما أن تكون همزة قطع، وإما أن تكون همزة وصل. وهمزة القطع هي ألف مرسومة في أول الكلمة، وهي حرف أصلي من حروف الكلمة، تثبت في الابتداء والوصل، وتقبل الفتحة والضمة والكسرة، وسميت بالقطع لثبوتها في الوصل، فينقطع النطق بها الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها. وهذا بخلاف همزة الوصل، فإنها تثبت في البدء فقط وتسقط في الوصل. همزة الوصل الآن، هذه أمور يعني مشتركة عامة يعرفها الناس جميعا. همزة الوصل كاتب في الأسفل: همزة الوصل يقع فيها خلط كبير، خلط كبير لدى عامة المثقفين، لذا أطلت في شرحها. همزة الوصل كثير من المثقفين لا يفرقون بينها وبين همزة القطع، فتجد في كلامهم خلطا بين الهمزتين، خاصة في اسم وابن وهكذا، اللي يقول لك ما اسمك، ما اسمك، هذا خطأ فاحش. ما اسمك، ما اسمك، بيس الاسم الفسوق، بيس الاسم. الاسم هذه عند جميع القراء العشرة كلها الاسم، كش الاسم. هذه من الأخطاء الشائعة في عدم التفريق بين همزة الوصل والقطع. همزة الوصل هي كل همزة تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل، وتكون في ماضي الفعل الخماسي والسداسي وفي أمرهما، مثل انطلق، استكبر، اصطبر، استغفر. وتقع كذلك في أمر الفعل الثلاثي مثل اضرب، وتكون في عشرة أسماء ورد منها في القرآن الكريم سبعة، وهي اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، كلها همزات وصل. هذه يعني لا تنطق الهمزة فيها حال الوصل، أما حال الابتداء فأنت تقطع بها. وتقع أخيرا في أل التعليف مثل الرحمن الرحيم. حركتها: الفتح في أل التعريف مثل الرحمن أو الرحمن علم القرآن. الضم في أمر الفعل الثلاثي إذا كان ثالثه مضموما ضما أصليا مثل أدخلوا. الكسر فيما بقي أي ما كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا مثل اقرأ. حكم همزة الوصل الداخل عليها همزة الاستفهام: يتغير حكم همزة الوصل الداخل عليها همزة الاستفهام حسب وقوعها في الأسماء أو الأفعال. في الأسماء إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل تبدل همزة الوصل ألفا مثل قل الذكرين. في الأفعال إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل تحذف همزة الوصل مثل اطلع الغيب، أصلها اطلع. طيب، ملاحظة: إذا اتصل حرف ساكن صحيح بهمزة الوصل فإنه يضم مثل أونقص، أو اقتلوه، أو اخرجوا، باختصار شديد. والهمزة بشكل عام هي حرف لا يستقر على قرار، واختلف العلماء في تحديد مخرجها لكونها من أصعب الحروف مخرجاً لبعدها عن الشفتين، لذلك كانت العرب في كلامها تسعى إلى التخلص منها،
فتارة تحققها وتارة تسهلها وتارة تنقلها وتارة تسقطها وهكذا. وينقسم تغيير الهمزة إلى أربعة أقسام: التسهيل، الإبدال، النقل، والإسقاط. واحد، التسهيل لغة هو التيسير والتخفيف، اصطلاحا هو نطق بالهمزة بين أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، وتكون الهمزة المضمومة بينها وبين الواو، وتكون الهمزة المكسورة بينها وبين الياء. أمثلة على ذلك: أهذا، أنتم أهل قالون، أهل التسهيل، والتسهيل عندكم. أهذا، أهذا، ليس أهذا وليس أيذا، بين أهذا. المائل، جاء أمه، وهكذا. ولأن التسهيل لا يضبط كتابة فإني أحاول تقريبه بوضع حرف الهاء مكانه. أهذا، أهتخذ، الماء أهلا، تجدونه بالهاء، حاولت أن أضعه بالهاء. اقرأ هذا التنبيه لعلك يعني تفاجأ بمن يقرأ بالهاء. اسمع هذا التنبيه: لقد جرى الأخذ عند أهل المغرب أو عن أهل المغرب في النطق بالألف المسهلة هاء خالصة مطلقا، وإنما أجيز لأهل المغرب النطق بها كذلك على اعتبار أنهم متأثرون بما ترصب لديهم من لهجات ولغات لها امتداد غير عربي، فكان يصعب عليهم النطق بها بين، وهذا هو الأصل المعول عليه لدى القراء قديما. الآن وقد استقام اللسان المغاربي، أقصد باللسان المغاربي الجزائر، تونس، والمغرب، فهم يعتبروننا أمازيغ، يعني عندنا رواسب يعني اللهجة واللغة الأمازيغية، فنحن متأثرون بها، ولذلك يصعب علينا أن نسهل بين في وقت مضى، فأجيز لنا أن نقرأها بالهاء الخالصة، أهذا بالهاء الخالصة. يقول الآن صاحب الكتاب: الآن وقد استقام اللسان المغاربي فلا أرى مسوغا للنطق بها هاء خالصة، فتلك رخصة مؤقتة، والنطق بها اليوم هاء خالصة أضحى لا يجوز الأخذ به. وقد نبه على ذلك أئمة القراءة في كتبهم، والتسهيل في هذا المقطع لا تضبطه إلا المشافهة والأخذ المباشر من أفواه الشيوخ. ولمن سمع تسجيل الشيخ محمود خليل الحصري، سمعتوه الشيخ محمود، لختمة ورش، يدرك بوضوح كيف ينطق الشيخ التسهيل هاء خالصة في كل مواضعه، وإنما قرأها الشيخ كذلك عملا بالرخصة التي أجيزت للمغاربة، والله أعلم. الآن التسهيل، عفوا، الإبدال. الإبدال لغة لمن بدل الشيء بالشيء إذا غير الأول بالثاني أو العكس، اصطلاحا هو إبدال الهمزة بحرف مجانس لحركتها الذي قبلها مع حذف الهمزة في اللفظ، الواو مثلا، كإبدال الهمزة واوا نحو لا يواخذكم، هكذا يقرأها ورش، وكإبدال الهمزة ياء نحو السماء ياية، وكإبدال الهمزة ألفا نحو جاء أشراطها، وليس كعندكم أنتم جاء أشراطها، جاء أشراطها أو جاء أشراطها. النقل هو تحويل أو التغيير أو التغير من مكان إلى مكان، اصطلاحا هو حذف الهمزة ونقل حركتها للساكن الصحيح قبلها والمنفصل عنها في كلمة أخرى نحو قل أعوذ، أصلها قل أعوذ، قد أفلح، أصلها قد أفلح، قل إن الله، أصلها قل إن الله. الإسقاط، الإسقاط لغة هو من سقط، يعني زال عن مكانه، واصطلاحا هو حذف الهمزة عن مكانها عن الكلمة الأصلية نحو الصابئون
يقرأها ورش الصابون، حتى قالوا نعم، والصابئين والصابين وهكذا. أقسام الهمز، قد يكون الهمز مفردا يتعدد في كلمة أو في كلمتين. الهمز المفرد وهو الذي لم يجتمع مع همز آخر مثله، أو هو الذي لم يلاسقه مثله. حالاته للهمز المفرد 4 حالات، وهن التحقيق وهو بقاء الهمزة على أصله، الهمز على أصله أي لا أي يلفظ ولا يتغير، مثل وساء سبيلا. الإبدال سبق تعريفه، واستثني من ذلك ما تصرف من كلمة الإيواء وهي 7، هذه مهمة. الإيواء، آوى، يؤوي، إيواء، مأوى، هذه استثنيت من ماذا؟ من الإبدال، وهي المأوى، مأواه، مأواهم، مأواكم، فأو، تؤويه، وتؤوي. إذا كانت الهمزة مفتوحة وكانت فاء الكلمة فإنها تبدل واوا مفتوحة شريطة أن تسبق بضم حصرا، نحو تواخذنا، يويد، موذن. إذا وقعت الهمزة ساكنة وكانت عين الكلمة وسبقت بكسر فإنها تبدل بياء مادية للكسرة التي سبقتها، وذلك في الكلمات الآتية: بئس تبدل بيس، دواش بيس الاسم الفسوق، بئسما بيسما، الذئب الذيب، بئر بير. أما في الحالات الآتية فإن الهمزة تبدل ألفا، نحو سأل سال، سأل سال سائل، نعم. النسيء تبدل الهمزة ياء وتلفظ النسي، نعم، مع تشديد الياء ونبرها، لئلا تبدل همزتها ياء محركة بحركة الهمزة المبدلة وتلفظ ليلا، ليلا، لأهب، ليهب. اللاء حيثما وقعت لها حالات خاصة. عند الوصل تقرأ بتسهيل الهمزة مع القصر اللاي، اللاي، أو الطول في الألف قبلها اللاي. عند الوقف تقرأ إما بإبدال الهمزة ياء ساكنة اللاي مع المد المشبع، وإما بتسهيل الهمزة مع الروم والقصر اللاي أو الطول أيضا. حال الوقف على اللاي من قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللاي تظهرون منهن. إن وقف عليها بالسكون فتبدل الهمزة ياء ساكنة مع الإشباع اللاي. إن وقف عليها بالروم ففيها الوجهان السابقان: التسهيل مع المد والقصر في الألف. رأيت وما اشتق منها إذا وقعت قبلها همزة استفهام، نحو أرأيت، أرأيتم، أرأيتك، فإنه يجوز في الهمزة التي بعد الراء حالتان: الإبدال ألفا خالصة مع إشباع المد، أرأيت الذي يكذب بالدين، التسهيل بين أرأيت الذي، 3 فوائد، عندك 3 فوائد: الوقف على كلمة أرأيت والتي وقع في الخطأ فيها بالأمس تقريبا 1 ولا 2، أرأيت فيها التسهيل فقط حال الوقف، فنقول أرأيت هكذا، هذا هو الخطأ. ما نبهونيش يا جماعة، الله يهديهم. أرأيت إذا وقفت تقف عليها بالتسهيل لورش ولغير ورش. أما الوقف بالطول فإنه يمتنع لاجتماع 3 سواكن ظواهر، وهو غير موجود في كلام العرب. وقل نفس الكلام على الوقف على أنت فإنه ممتنع كذلك، أعني الطول. أما حال الوصل فيجوز فيها الوجهان كما سبق، الوجهان كما سبق أن مر بك. ها أنتم، قرأها الإمام ورش بحذف الألف
بعد الهاء وله فيها الوجهان الإبدال، أقصد بحذف الهلف رسما، وله فيها الوجهان الإبدال، أي يبدل الهمزة ألفا خالصة مع الإشباع هانتم، أو التسهيل هانتم هانتم، واحذر أن تقرأ بالإدخال هنا، احذر أن تقرأ بالإدخال هانتم، فتدخل ألفا بين الهاء بين فتدخل ألفا بين هاء التنبيه والهمزة المسهلة المعبر عنها بها أنتم. من سأت تبدل همزتها تبدل همزتها ألفا، من سات من سات. النقل سبق وقد مر بك أن من شروط النقل أن ينفصل الحرف الساكن عن كلمة الهمزة، نحو من آمن منامنا. لكن ورد في القرآن الكريم كلمة فيها الهمز متصلا بالساكن، وكل ذلك في كلمة واحدة، وهي ردا من قوله تعالى ردي يصدقني، وأصلها رد أي يصدقني، يقرأها الإمام نافع ويقرأها يعني يقرأها الإمام نافع برويه ويقرأها ورش بالنقل، ردي يصدقني. وقع الخلاف عند الإمام ورش في حرف واحد من الساكن الصحيح، وهو قوله تعالى كتابيه إني، روي عن الجمهور إسكان الهاء، أو فروى الجمهور عنه إسكان الهاء وتحقيق الهمزة على مراد القطع والاستئناف من أجل أنها هاء السكت، ولأنها ليست أصلية، وروي أو وروي عن الجماعة النقل كتابيه إني أو كتابيه إني. طيب، قال ابن الجزري وترك النقل فيها هو المختار عندنا، كتابيه إني، والأصح لدينا والأقوى في العربية. ثلاث فوائد: عند الابتداء بلام التعريف المنقول إليها مثل الآخرة الإنسان، تنطق لاخرة لاخرة والإنسان، ويجوز الوجهان إبقاء الهمزة والإتيان بلام متحركة بعدها، فتقول الآخرة الآخرة الإنسان. مفهوم هذه ولا نشرحها شوي؟ ها الصوت فيه برشا صدام كاين اللي كويس مليح، انا عجبني هكا مش عارف مسموع الكلام هناك واضح، قالوا واضح يا شيخ هاني بعد وقت شوي هذا كان نحيف. صحيح، نعم تعوي. طيب الانسان نقراها هكذا الإنسان، ونقرأ كذلك نبدأ فنقول الإنسان الآخرة والآخرة، نبدأ هكذا وهكذا. إذا وقع في الكلمة مد بدل، شوف الخطوط هذيك المعبر عليها في الشاشة، نعم 2 4 6، نعم هي المعبر عنها في مد البدل، 2 يعني حركتان وأربعة أربعة والأخرى ستة مصورة هناك. إذا وقع في الكلمة مد بدل نحو الآخرة لإيمان، فإنه يجوز مع النقل وإبقاء الهمزة في أول الكلمة أوجه المد الثلاثة: القصر، التوسط، الطول. فتقول الآخرة أو الآخرة أو الآخرة الإيمان الإيمان الإيمان، مع حذف الهمزة والابتداء باللام تقول الإيمان الآخرة الإنسان، فلا تجعل مع النقل
وحذف الهمزة فيما فيه بدل إلا وجه القصر. هذه مهمة. إذا ابتدأت بالهمزة وانتقلت للنقل فلك الأوجه الثلاثة، تقول الآخرة الآخرة الآخرة، لكن إذا بدأت باللام فليس لك إلا القصر، لا تقول لآخرة، خطأ، لآخرة ليمان مباشرة. هذه نقطة مهمة. رابعا الإسقاط، ونعني به إسقاط الهمزة، وقد وقع في قراءة نافع في ثلاث كلمات، الصابئين، أنا قلت نافع يعني مع قلون، الصابئين ونقرأها الصابين، الصابئون، الصابون، يضاهئون، يضاهون. الآن الهمز المزدوج هذا سهل جدا، ما كانش فرق بين ورش وقلون يعني إلا في بعض ال... لا لا شئتم هذيك عند الأصبهاني شئتم، أما عند الأزرق نحن الآن مع الأزرق. الهمز المزدوج في كلمة واحدة وهما الهمزتان المتلاصقتان الواقعتان في أول الكلمة، حيث تكون الأولى مفتوحة في جميع أحوالها والثانية إما أن تكون مفتوحة كذلك أو مضمومة أو مكسورة. الآن نبدأ بالمفتوحتان، وقع في القرآن الكريم في 13 كلمة في 21 موضعا بالتحديد. أنذرتهم، هذه أنذرتهم، أنتم، أسلمتم، أقررتم، أنت، آلد، أرباب إلى آخره، أسجد، أشكر، أتخذ، أشفقتم، أنتم، أعجمي أو أعجمي، حكمها يجوز في الهمزة الثانية الوجهان، الإبدال أي نبدلها ألفا وهو المقدم أداء، والتسهيل بين بين. اثنين، مفتوحة مفتوحة فمضمومة، وقد وقع هذا النوع في 4 كلمات في القرآن الكريم، وهي أنبئكم، حكمها أنزل، أشهد، ألقي، حكمها تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية. أنبئكم أنزل أنزل، شوف ما هي ها وما هي واو، أن أو أو أنزل أشهد ألقي ألقي الذكر. طيب، مفتوحة فمكسورة، وقد وقع هذا النوع في 9 كلمات في 30 موضعا بالتحديد. أئنكم أئن أئذا أئلهم مع الله، أئمة أئن ذكرتم، أئنا أئفكنا لها، حكمها تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين. كل الأمثلة السابقة وقعت الهمزة الثانية منها همزة قطع، أما إذا كانت الهمزة الثانية من ذات الكلمة همزة وصل فإنه يجري عليها الأحكام الآتية. شوف هي الأحكام، إذا كانت همزة الوصل، إذا كانت همزة وصل مفتوحة نحو الذكرين الله ففيها الوجهان، نبدل همزة الوصل حرف مد مع الإشباع لأجل الساكن اللازم بعدها، الذكرين الله وهو المقدم، والتسهيل بين بين من غير مد، الذكرين الذكرين الذكرين. إذا كانت همزة الوصل مكسورة نحو أئطلع، أئصطفى، أئستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، فإنها تحذف أي همزة الوصل وتلفظ هكذا، أطلع
من يقرأ لي أطلع على الغيب؟ تفضل يا شيخ. عنده خطأ نسيه. من النساء ما شاء الله سبقونا. تفضل. نعم تغليظ اللام هذا الذي يريده الآن. أطلع الغيب. أطلع لا 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 ميزون لا. أطلع الغيب بتغليظ اللام، لازم اللام تكون مغلظة. أستغفرت لهم أصطفى. الآن الهمز المزدوج من كلمتين وهو ما اجتمع فيه همزتان، الأولى تكون آخر الكلمة والثانية تكون في أول الكلمة التي تليها. شفنا الهمزتان من كلمة واحدة، الآن الهمزتان من كلمتين. الهمزتان المفتوحتان، وقع هذا النوع في القرآن الكريم في 17 لفظا في 29 موضعا. السفهاء أموالكم، يقرأها هكذا ورش. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء أموالكم أو جاء أحد منكم. هنا يا ورش يقرأها بغير الإشباع، لماذا؟ لأن بعدها حركة، ما بعدهاش سكون. تلقاء أصحاب النار جاء أجلهم. إذا جاء أمرنا، إذا جاء أمرنا إلى آخره. حكمها يجوز في الهمزة الثانية وجهان، الإبدال أي إبدالها ألفا وهو الوجه المقدم أو هو المقروء به الأول عند مشايخنا، إلا في موضعين، جاء آل لوط وجاء آل فرعون، فإن المقدم فيها التسهيل. جاء آل فرعون أصلها جاء أألى فرعون، أألى أصلها، آل أصلها أألى. طيب المضمومتان، ولم يقع في القرآن الكريم هذا النوع إلا في كلمة واحدة وهي التي في سورة الأحقاف. كيف يقرأها ورش؟ من يقرأها لي؟ أولياء أولئك. شيخ خميس. أحسنت. أولياء أولئك فقط، كاين غير واحدة بالقرآن الكريم. حكمها فيها الوجهان، إبدال الثانية واوا ساكنة وهو المقدم وكذلك التسهيل. الآن المكسورتان، وقد وقع ذلك في 15 لفظا، في 15 لفظا في 17 موضعا، اللي هي هذه، يعني الهمزة الأولى مكسورة والثانية مكسورة. يقرأها هكذا، هؤلاء إن كنتم، والمحصنات من النساء إلا هكذا، ويقرأها كذلك بالتسهيل، من وراء إسحاق يعقوب، أو من وراء إسحاق يعقوب بالسوء إلا ما رحم ربي، بالسوء إلا ما رحم ربي. كذلك
على البغاء نردنا تحصنا. وفيها وجه آخر، ما هو؟ القصر. لماذا؟ للعارض، أحسنتم، للعارض. إنا على البغاء نردنا تحصنا. وجه آخر تسهيل، ما عدناش اختلاس. نعم، حكمها يجوز فيها الوجهان، إبدال الثانية ياء. نعم، حكم أنا يعني نعم يجوز ولا وش درنا أحمد. نعم، حكمها يجوز في الثانية الوجهان، وجهان إبدال السماء ياية، هذه إبدال الثانية ياء ساكنة وهو المقدم والتسهيل بين بين. تنبيه: الآيات التي سأذكرها بعد حين لها أحكام خاصة إليك بيانها. راح نشوف إن شاء الله هؤلاء كنتم وعلى البغاء نردنا، يعني حالات خاصة سنذكرها. قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم صادقين، لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول إبدال الهمزة الثانية ياء مدية مع إشباع المد، فتقول: هؤلاء إن كنتم. اثنين إبدال الهمزة الثانية ياء خفيفة متحركة بكسر هؤلاء، هؤلاء إن كنتم، ياء خفيفة، هؤلاء إن كنتم. تسهيل الهمزة الثانية: هؤلاء إن كنتم. الآن على البغاء نردنا، في قوله تعالى البغاء نردنا فيها أربعة أوجه زائدة، يعني إبدال الثانية ياء مدية مع الإشباع، البغاء نردن، إبدال الثانية ياء مدية مع قصر المد باعتبار الحركة العارضة على النون وهي والتي هي الفتحة بسبب النقل، البغاء نردنا تحصنا. ثالثا إبدال الثانية ياء خفيفة الكسر، على البغاء نردنا تحصنا. رابعا تسهيل الثانية: على البغاء نردنا تحصنا، في قوله تعالى من النساء إن اتقيتن، وقوله تعالى للنبي إن أراد النبي، فيها ثلاث أوجه: إبدال الثانية ياء مدية مع إشباع المد حملا على الأصل وهو سكون النون في النساء، فنقول من النساء إن اتقيتن، وكذلك النبي إن أراد النبي. ب إبدال الثانية ياء مدية مع قصر المد، النساء إن أردنا، النساء إن أردنا. طيب تسهيل الثانية: النساء هنا ردنا. الآن عندك مفتوحة فمكسورة، وقد وقع هذا النوع في 14 لفظا في 19 موضعا. شهداء إذ، هذه حكمها التسهيل بين بين وجها واحدا، والبغضاء إلى، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم من فضله
شاء إن الله شركاء يتبعون والفحشاء إنه وجاء إخوة يوسف أولياء إنا الدعاء إذا وزكريا إذ نادى الماء إلى الأرض الجرز حتى تفيء إلى أمر الله واتل عليهم نبأ إبراهيم نبأ إبراهيم. حكمها التسهيل وجها واحدا. الآن مفتوحة فمضمومة، ولم يقع هذا النوع إلا في موضع واحد، جاء أمة، حكمها التسهيل. كلما جاء أمة رسولها الآن مضمومة فمفتوحة، وقد وقع هذا النوع في 12 لفظا في 14 موضعا. لو نشاء السفهاء ولا نقول السفهاء ولا نشاء وصبناهم. إبدالها واوا مفتوحة، حكمها الإبدال فقط واوا مفتوحة. تقول مثلا لو نشاء وصبناهم من تشاء وانت. هاني وقفت على أنت هنا، أحد شيء؟ معليش، ما رأيكم؟ تفهمنا على أنت لا نقف، ها؟ ما رأيكم يا جماعة؟ نشاء وأنت، هل أستطيع أن أقف على أنت هنا أم لا؟ ها؟ أحسنت، ما شاء الله يا شيخ، لا خوف عليكم يا سيدي، ثم ساكنان فقط صحيح؟ ما هيش ثلاث سواكن. نعم. يا سماء واقلعي قالت يا أيها الملأ وافتوني يا النبي وولى إن أراد النبي وأن يستنكحها. هذه ما يشاء ألم ترى تاع سورة إبراهيم. هذه نعم ظننتها ساكنة. ما يشاء ولم قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني ذلك جزاء وعداء الله والبغضاء أبدا حتى. حكمها الإبدال فقط. الآن مكسورة فمفتوحة، وقد وقع هذا النوع في 14 لفظا في 16 موضعا، وهي من خطبة النساء وكننتم من الشهداء ينتظل هؤلاء يهدى بالفحشاء ينتقول هؤلاء يضلون من الماء يوم ما من السماء يويتنا
من وعاء أخيه. هؤلاء آلهة، هؤلاء يمهم ضلوا السبيل. مطر السوء يفلم من السماء آية. أبنائي أخواتهن من في السماء ين. حكمها إبدالها ياء مفتوحة وجها واحدا، الآن مضمومة فمكسورة. وقع هذا النوع في 19 لفظا في 28 موضعا. على السريع، يشاء ويلا، الشهداء إذا ما يشاء، إذا من نشاء، إن ربك السوء. مش الآية هذه، الأعراف الآية تاع رأس الحزب وشو وسي. الأعراف. وما كنت أعلم الغيب إن أنا إلا نذير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، إلى آخره. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حكمها يجوز فيها الوجهان، إبدال الثانية وهو المكسورة وهو المقدم، اثنين التسهيل بين. الآن ثلاث همزات في كلمة واحدة، ليس في القرآن الكريم من ذلك إلا في كلمات، وهن: آلهتنا، آمنتم، آلان. حكم هذه الكلمات الثلاثة آلهتنا آمنتم، تحقق فيها الهمزة الأولى وتسهل الثانية. آلهتنا، وتبدل الهمزة الثانية حرف مد، يمد حينئذ مد بدل لوقوعه بعد مسهل، همز المسهل، فنقول آلهتنا آلهتنا آلهتنا. خلاص. أما آلانا، يا ساتر من آلانا، آلانا هذه فيها ما فيها، ففيها خمس حالات. عندنا آيتان من سورة يونس: أثم إذا ما وقع آمنتم به آلانا، ومن نفس السورة: آلانا وقد عصيت قبل. وعدنا في الأنفال: لا، آلانا خفف الله عنكم، مش هذيك، لا علاقة لنا بها. الحالة الأولى، لازم تركزوا معايا في آلان يا جماعة، في الحقيقة لابد أن ترجعوا إلى الكتاب، وهذه الحصة لا تغني عن شرحها، لكن بإذن الله على السريع. الحالة الأولى أن تنفرد عن بدل سابق عنها أو واقع بعدها، أن يبدأ بها فقط آلان ولا يوقف عليها، فله في هذه الحالة سبعة أوجه، وهي الحالة الخاصة بالآية 91، فتقول همزة الوصل، وعدنا لام البدل، وعدنا لانا، شوف الجدول عندك، همزة الوصل، لام البدل، آ لا نا، همزة الوصل آ أولا
بتاع البدل. لماذا لا هو للبدل؟ لماذا؟ لأن أصله الآن كما الآخرة، لكنه نقل، لكن لما نقلناه أبقيناه على أصله، فعندنا همزة الوصل ولام البدل. المد طولا فتقول آلان، لما تقرأ همزة الوصل بست حركات عندك في لام البدل ثلاث أوجه، ستة أربعة اثنين، فتقول هكذا فتقول آلان وقد عصيت، وتقول آلان وقد عصيت، وتقول آلان وقد عصيت. الآن التسهيل، من يقرأ لنا التسهيل بالأوجه الثلاثة؟ نفطر. آمن الغربي، أين أنت؟ وين هي؟ آمنة، اقرأي لنا التسهيل في آلانا مع الأوجه الثلاثة. هاي الصبو، شوف الطابلو هنا. التسهيل. أيوة. تسهيل. التسهيل ما أنت تتجعين إدخال أظن. لا لا، تسهيل فقط. شوفي، كان المد الطويل في الجدول، عندنا المد الطويل وعندنا القصر في آ في همزة الوصل، وليس عندنا أربعة، مد طويل وقصر ثم تسهيل فقط. المد الطويل آ، القصير آلان، ما زال التسهيل. أيوة، اقرأوا يا شيخ. نعم، هذا هو آلان آلان. نعم، عندك بالتسهيل ثلاث أوجه أيضا. أما إذا قرأت بالقصر آلان وقد، فليس عندك في بدل لام البدل إلا القصر، فتقول آلان وقد، لا تقول آلان وقد آلان وقد. المجموع سبعة. الحالة الثانية انفرادها عن بدل سابق عنها أو وقع بعدها مع الوقف عليها، وفيها تسعة أوجه، وهي خاصة أيضا بالآية 91. عندك آلانا، المد الطويل، المد قصرا، والتسهيل. التسهيل هنا فيه ثلاث أوجه، والمد قصرا فيه ثلاث أوجه، والمد طولا فيه ثلاث أوجه. هذه في الحقيقة تحصر بالدراسة يعني. الحالة الثانية اجتماعها مع بدل قبلها، هي كان بدل قبلها مع وصلها كاجتماعها مع آمنتم به آلانا بيونس قبلها، فله في هذه الحالة 13 وجها، 13 وجه. لا يكفي الوقت لعدها، لكن نقرأها على السريع أو نطبق على واحدة منها. مثلا آمنتم به آلانا وقد عصيت قبله، أثم إذا ما وقع آمنتم به، أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآية اللي بعدها تستعجلون، زيد ثم قيل للذين إلى آخر، إلى أن تأتي آلان اللي في الصف آخر الصورة، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهمتوني يا جماعة؟ يعني يتحدث عن الآلان الأخيرة
وقد وقع قبلها آمنتم به وقد عصيت. من اللي يجيب لنا قبلها آمنتم به؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به. زيد. ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا ما كنتم تكسبون. الذي لا مش عذاب الخلد يا سيدي. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قولي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين. هذه من بعد مش تجينا هذه. ظلمت ما في الأرض وأسروا الندامة لما رأوا العذاب بالحق لا يظلم إلى آخره. نعم. شوفوا يا جماعة هذه الحالة اجتماعها آلانا مع بدل قبلها مع وصلها كاجتماعها مع آمنتم به بيونس قبلها. طيب فله 13 وجها. شوف معي قصر البدل تقول آمنتم به إلى أن تصل آلانا ومع قصر اللام تقول آمنتم به ثم تقول آلانا وقد آلانا وقد. عندك مع قصر البدل أيضا المد الطويل آمنتم به إلى أن تصل فتقول آلانا. ألا تلاحظون أن مع القصر دائما يأتي القصر في اللام؟ شفتوا القاعدة في السبورة مع القصر دائما يأتي القصر. قصرنا مد البدل وسهلنا أو طولنا أو قصرنا همزة الوصل انتع آلانا لكن لام البدل في لانا بقيت مقصرة. هذه ثلاث أوجه. إذا وسطنا البدل فعندنا التسهيل ويأتي عليه القصر زائد التوسط واحد زائد واحد. إذا وسطنا البدل يأتي عليه المد الطويل والقصر زائد التوسط. توسط البدل يأتي معه المد قصرا والقصر واحد المجموع 5 وهكذا المجموع كله 13. هذه يطول شرحها والرجوع إلى الكتاب أو من كتب فيها أو لا. الحالة الرابعة وهي اجتماعها مع بدل سابق عليها مع الوقف عليها. مع الوقف عليها هي في حد ذاتها. فله في هذه الحالة 27 وجها. عاد في عارض الآن. عندكم للصباح وتمتقروا ما شاء الله. الآن الحالة الخامسة وهي اجتماعها مع بدل وقع بعدها كقوله تعالى قالت لانا حصحص الحق لمن خلفك آية. فله 13 وجها. اجتماعها مع بدل وقع قبلها وبدل أيضا واقع بعدها وتقرأ وتواصل. عندك 13 وجها طول وتسهيل وما إلى ذلك. قد يسأل سائل هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا؟ أو سؤال مهم. هل كان النبي يركب على آلانا يقرأ مرة كذا وزيد يقول كذا وإذا قرأ بالقصر إذا قرأ بالطول؟ لا اجتهاد في القراءات. قرأ بهذا الشكل. هو صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أقواما. أحسنت. أما في مجلس واحد يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة يقول لهم آلانا آلانا آمنتم آلانا ما كانش. النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أقواما. يعني كما يقول السفاقسي لو نأخذ هذه القطع مفردة بعيدة عن تركيبها فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها
لكن الرواة ماذا أقول؟ ركبوا، أخذوا من عند هذا وذاك وركبوا هذه القراءة، لم يأتوا بشيء من عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الدقائق منفصلة، وليس شرطا أن يكون قد قرأ بها مجمعة. هذا هو. ونكون بذلك قد أنهينا الحديث عن أحكام الهمز مباشرة الآن إلى الدرس 12، فيه تحريرات. هذا ما بقاش يا شيخ مراد، انتهى. قلنا التحريرات وضع علماء القراءات أصولا وضوابط يلزمون بها القارئ عند التلقي، أي هذيك من التحريرات التي كنا نذكرها منذ قليل، هي من التحريرات. وضع علماء القراءات أصولا وضوابط يلزمون بها القارئ عند التلقي، مراعاة لما روى الرواة وأصحاب الطرق، فيمنعون عند اجتماع مد البدل مثلا وذوات الياء أوجها مثلا، ويجيزون أخرى، فيقولون لا يجوز مع قصر البدل التقليل في اليائية، لأن من روى القصر لم يروي إلا الفتح، وهكذا. اسمع ماذا يقول التعليق. والحق، هذا كلام الشيخ عبد الحليم جابة، والحق أن الموضع إذا تبين جواز قراءته عن الراوي الأول أو أصحاب القراءة لأكثر من وجه، فإلزام الناس باختيار أصحاب الطرق عنهم تضييق في أمر وسع الله علينا فيه دون شك، إلزام هذا. ومع ذلك نذكر هذه التحريرات المبسوطة في كتب القراءات حول رواية ورش رحمه الله، وليس ذلك من باب إلزام الناس إلزاما يكون فيه ما تكليف ومشقة، تصرف القارئ عن تدبر كتاب الله عز وجل والتأمل فيه أبدا، إذ هو المقصد الأسمى من التلاوة والتعبد بها. وسأحاول إن شاء الله فيما جمعت من كتب القراءات التي اهتمت بهذه التحريرات أن أسهل استيعابها على طلبة العلم من غير أن ألزم عموم القارئين بها في غير حالتي التلقي والإقراء للإجازة. أما ما عدا هاتين الحالتين فلا أرى الإلزام بها واجبا شرعيا. يا شيخ مراد، الإلزام بمثل هذه التحريرات الدقيقة والكثيرة ليس واجبا شرعيا، إلا من جلس للإجازة وأراد الكمال، أما عموم القارئين فلا يرجى ذلك. ولعل القارئ لما كتبت يختلط عليه الأمر فيحسب أني أقصد بذلك تركيب القراءات التي جوزها المحققون بشرط عدم فساد المعنى والإعراب وعدم الكذب على الرواة، وهذه مسألة أشار إليها ابن الجزري في نشره وهي شأن آخر. تركيب القراءات يعني مثل الجمع أو يشبه الجمع، يعني تأتي بقارئ تأتي برواية لقارئ وبرواية أخرى لقارئ وتركب من غير ما يفعله أهل الجمع، فهذا إذا سلم في الإعراب فلا بأس، كما أجاز ذلك المحققون، وسيدي علي النوري السفاقسي أجازه كذلك، إلا إذا انبنى عليه فساد في الإعراب، كمن يجمع قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فيأخذ من ابن كثير كلمات فيقول مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، يقولها كلمات، هنا يفسد المعنى. هذا التركيب خاطئ ولا يجوز وهو محرم لأنه أفسد المعنى والإعراب. نبدأ الآن بالتحريرات، هذه مهمة يا جماعة. شوف التحريرات، أول التحريرات عندك بدل كما آمنوا وذات. ماذا نقصد بالذات؟ ذات الياء كما موسى مثلا، عيسى، يحيى،
موسى وعيسى ويحيى سبقت ببدل آمنوا مثلا أو آدم أو إلى آخره. وش عندك؟ عندك القصر، إذا قرأت بالقصر فلك الفتح، إذا قرأت بالتوسط فلك التقليل، وإذا قرأت بالطول فلك الوجهان. الآن عندك بدل آمنوا إيمان أوتوا إلى آخره، معه لين. أعطوني مثال على لين. زيد سو مثلا. عندك إذا قرأت بالقصر وش عندك؟ التوسط. لماذا لا نقول بالقصر؟ أحسنت، لأن ورشا ليس لديه القصر في ذات اللين. وش عنده؟ عنده توسط أو طول. إذا قرأت بالقصر في بدل فلك التوسط، إذا قرأت بالتوسط فلك التوسط، إذا قرأت بالطول فلك الوجهان. اقرأ هذه النتيجة. لا يأتي مع طول الليل توسط ولا قصر في البدل. لا يأتي مع طول الليل توسط، كما لكم تشوفوا طول الليل هاو طول الليل، لا يأتي معه ماذا؟ توسط ولا قصر في البدل. طيب لين، الآن لين هو الأول وبعد جت بعدها ذات، لين وبعدها ذات، عندنا توسط وعندنا طول. التوسط ماذا يأتي معه؟ الفتح والتقليل. الطول يأتي معه الفتح والتقليل. كل الأوجه جائزة. نعود نرجع اللين سو وشيء، إذا تقدمت الذات، إذا تقدمت على ذات فإننا نقرأها بالتوسط، والتوسط يأتي عليه الفتح والتقليل، أو نقرأ بالطول ويأتي عليه الفتح. كل الأوجه جائزة، لا يمتنع منها شيء. الآن عندك بدل آمنوا، وعندك باب سترا اللي كنا نتكلم عليها من قبل، وأخواتها الخمسة، ها أو الستة، وأخواتها عندك خمسة أوجه. وش عندنا؟ سترا، ذكرا، إمرا، حجرا، وصهرا، وزرا، وذكرا. تقريبا هذا هو ستة، هاي موجودة بعد نشوفوها إن شاء الله. عندك في البدل، إذا قرأت بالبدل القصر، وش عندك؟ الترقيق والتفخيم. إذا قرأت بالتوسط عندك ماذا؟ التفخيم قولا واحدا. إذا قرأت بالطول الترقيق والتفخيم. نقول ست في القصر، نقول سترا، عفوا نقول سترا، ونقول سترا. إذا قرأت بالتوسط نقول سترا قولا واحدا. عيب أن يقرأ الإنسان بالتوسط ثم يأتي لباب سترا فيقرأها بالترقيق. الطول، إذا قرأت بالطول فأنت مخير بين الترقيق والتفخيم. كل الأوجه جائزة ما عدا التوسط مع الترقيق. أو السؤال، التوسط لا يكون معه الترقيق، احفظها هذه. وكل الأوجه جائزة. الآن عندك بدل آمنوا، بدل آمنوا آمنوا آمنوا، وعندك سوءات. الحديث هنا ليس عن آت وإنما عن سوء، عن اللين. القصر في مد البدل ماذا ينبني عليه؟ قصر في اللين. التوسط، أنا من بعد جايينها رقم واحد، شوفوها هذه. التوسط في مد البدل عنده توسط في اللين، التوسط في مد البدل عنده قصر في اللين، الطول في مد البدل عنده قصر في اللين. شوف الملاحظة هذه وش تقول؟ رقم واحد أين هي؟
سقطت من الكتاب ولو الراهي الملاحظة. غير موجودة؟ هاي نشوف في الكتاب. خاطي يعني خاطي أرجع معكم. بدل عارض، بدل وبدل عارض. عندك القصر شفناها هذه قدام ولا لا؟ شفناها ولا ما شفناها؟ شفناها سيدي. بدل عارض القصر فيه القصر والتوسط والطول، التوسط فيه التوسط والطول، والطول ليس فيه إلا الطول. لا يأتي في البدل العارض ما هو دون البدل. الآن بدل وذات أولين، شوفوا يا جماعة، بدل وذات ولين، بدل وذات ولين. عندك القصر يأتي عليه الفتح ثم يأتي عليه التوسط. البدل العارض ايه؟ ما فهمتش. ايه البدل العارض. انتظري، بدل عارض عندك القصر. أنا الآن لا أعرض المقدم وغير المقدم، أعطيك ما ينبني عليه. هو صحيح ما قلت، فهمتيني؟ دائما نبدأ بالطويل صحيح، لكن أعطيك كل شيء. هذه ملاحظات قد تكون في الـ نعم. الآن عندك بدل وذات ولين، شوف سيدي، بدل وذات ولين. عندك القصر في البدل، والذات عندك فيها الفتح، اللين التوسط. التوسط في البدل، التقليل في الذات، التوسط. الطول في البدل عندك الفتح أو التقليل في الذات، وش عندك أيضا؟ عندك التوسط، التوسط. الطول في البدل عندك الفتح وعليه الطول، التقليل عليه الطول. انتبه، مع طول البدل تجوز كل الأوجه، ويمتنع قصره مع التقليل وتوسطه مع الفتح. الآن عندك بدل، هذه يا جماعة لو بقينا الليلة كله نشرحها ما يكفينا الوقت، فالرجاء الرجوع إلى الكتاب. شوف فقط بدل وذات وبدل عارض. عندك القصر وينبني عليه الفتح والفتح والفتح والتوسط، وعفوا والقصر والتوسط والطول. لماذا قلنا الفتح والفتح والفتح؟ لأنها القصر ما شاء الله. وشوفوا وش انبنى عليه، القصر، التوسط، الطول. عندك التوسط ينبني عليه التقليل ثم التوسط، ثم التقليل ثم الطول. الطول ينبني عليه التقليل، الطول، الفتح، الطول. انتبه، يمتنع مع القصر التقليل ومع التوسط الفتح، ويمتنع أن تقصر مرتبة البدل العارض عن البدل السابق. طيب الآن عندك بدل وسوءات وذات. عندك القصر في مد البدل، في سوءات قصر اللين يعني عدم مده، والفتح. التوسط في مد البدل، توسط اللين، قصر اللين. توسط اللين ينبني عليه التقليل، قصر اللين ينبني عليه التقليل. طول ومد البدل قصر اللين وقصر اللين، ينبني عليه التقليل والفتح. تذكرون طال أفطال فصالا ويصالح، فيها الوجهان هذه
فيها الوجهان. شوف ماذا قال، عندك بدل وقرأت بالقصر، وش لازمك في طالة؟ ترقيق. دع انظر إلى هذه النجمة، اقرأ معي هذه النجمة. حاصل التركيب يقتضي أن يكون القصر مع التغليظ. حاصل التركيب، حاصل التركيب أن يكون القصر مع التغليظ، يعني ندير تغليظ وترقيق هكذا، هذا هو حاصل التركيب، وهو وجه ممنوع، لذلك جعلناه في الترقيق. هذه ملاحظة مهمة يا جماعة، حاولوا تكتبوها رجاء. حاصل التركيب لما نركب الأوجه، البدل وعندك طال أفطال وفصالا ويصالحا، حاصلها القصر معه الترقيق والتغليظ، لكننا أعدنا الترقيق مرتين. ليش؟ أحسنت، لأن القصر مع التغليظ وجه ممنوع. طيب التوسط الآن، التوسط فيه الترقيق وفيه التغليظ، الطول فيه الترقيق والتغليظ، هذا هو. نعم، بدل أذات وذكرا الآن، الراءات الآن، تذكرون ذكرا وأخواتها، ذكرا وسترا، مشاكل كبيرة مع سيدنا ورش رحمه الله. بدل أذات وذكرا، كي نقول ذكرا يعني وصويحباتها، عندك القصر الفتح، إذا قرأت البدل بالقصر فإن الذات تفتح وفيها التفخيم والترقيق. التوسط الذات تقلل وفيها التفخيم، الطول فيه الفتح، والفتح شفت كيف رجع الآن، شوف سبحان الله كيف رجع، رجع إلى قاعدته الأولى. الطول فيه الفتح والتقليل، الفتح نرجع للأول، التقليل قد رأيتم. لا تنسى كل الأوجه جائزة، ويمتنع التقليل مع القصر والفتح مع الترقيق. هذا البدل دخل فيه الإشمام والروم الآن، دخل فيه الإشمام والروم. على السريع نأخذ يعني ورقة واحدة والآخر كله مفهوم، يعني سهل جدا. شوف، قرأت البدل بالقصر والمد العارض بالقصر والحرف الأخير كان مفتوحا فتسكنه، أليس كذلك؟ تقف عليه بالسكون، ومضموم ومكسور، المضموم تقف عليه بالسكون ولك الإشمام ولك الروم، أليس كذلك؟ والمكسور لك السكون ولك الروم فقط. لماذا؟ لأن أحسنتم، لأن الإشمام لا يكون إلا مع الضم. كذلك القصر في البدل، عندك التوسط في مد العارض وعندك السكون مفتوح تقف عليه بالسكون، والآخر سكون وإشمام وروم، عفوا سكون وإشمام، سكون وإشمام، وهكذا، ما فيش الروم على خاطر هكذا. لماذا؟ لماذا ما كاش الروم؟ أحسنت، بارك الله فيك، سكون وإشمام المضموم، والمكسور سكون فقط. طيب التوسط الآن، مثلا التوسط، عفوا القصر، الطول بعدين سكون، سكون وإشمام. من يزيد يقول لي علاش هنا سكون وإشمام؟ نزيد نسأل، أين الروم في الحالة الثانية؟ نسأل الأخوات، لماذا في الحالة الأولى قال، شوفوا في الصبورة الآن، سكون وإشمام وروم، لكن لما جاء للحالة الثانية قال سكون وإشمام فقط، أين الروم؟ لأن الروم لا يكون إلا مع القصر، بارك الله. وفي رواية تقول الروم يكون حتى مع التوسط ومع الطول فيه، لكن هذا هو الراجح.
هذه نتجاوزها ما فيهاش يعني. عندك مثلا ذات مد عارض مفتوح مضموم مكسور، ذات عندك الفتح، مد العارض القصر، مفتوح نقف عليه بالسكون، المضموم سكون وروم وإشمام، المكسور سكون وروم فقط، لما كان فيه توسط سكون وإشمام، لما كان فيه طول سكون وإشمام، لما كان فيه التقليل والمد العارض بالقصر والسكون كان سكون وروم وإشمام. اقرأ هنا السكون في كل الحالات، في كل الحالات مع كل الحركات، والإشمام في كل الحالات مع الحرف المضموم فقط، والروم لا يكون إلا مع قصر المد العارض وفي الحرف المضموم أو المكسور. هذه ترجعون إليها في الكتاب. آخر درس أو ما قبل الأخير، قد الساعة سيدي مراد تحبهم لي أخطر. إذن نأخذ راحة إن شاء الله لنتحدث، أو الوقف والابتداء، نتوقف إن شاء الله في الوقف والابتداء ونأخذ راحة لمدة 5 دقائق ثم نعود بإذن الله، ولا 10 دقائق، نقوله 5 بشدي 10. أيوة وصحبه ومولاه. وبعد نبدأ الآن موضوع الوقف والابتداء. باب الوقف والابتداء باب هام جدا يجب على القارئ أن يهتم به، إذ هو دليل على فقهه وبصيرته، لأن القارئ قد يقف أحيانا على ما يخل بالمعنى أو يبتدئ بما لا ينبغي الابتداء به، فإذا كان ذا لب وبصيرة فلا يقف إلا على ما يتم به المعنى، اللهم إلا إذا اضطر إلى غير ذلك، فإن عليه حينئذ أن يستدرك الموقوف بالرجوع كلمة، بالرجوع كلمة أو أكثر، بكلمة أو أكثر حتى يستوي المعنى في موضع يجوز الابتداء به، فيستأنف وينتهي بجملة يصح معناها على حال الوقوف عليها، ومثل ذلك قل في الابتداء. والهدف من وراء ذلك هو عدم الإخلال بنظم القرآن ولا بما اشتمل عليه من معان، ولسوف يقف القارئ على جلال هذا الموضوع حين يعيشه واقعا حيا في تلاوته المنضبطة بما جاء في هذا الباب. ولقد لخص العلماء عليه، ولقد حض العلماء عليه قديما وحديثا، وألفوا فيه التآليف المطولة والمختصرة، وحكوا فيه عن الصحابة ومن بعدهم آثارا كثيرة، منه أو منها قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا برهة من دهرنا، أحدثنا لعل فيها روايتان، أنا هكذا أحدثنا بمعنى أصغرنا حديث السن، يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ويستأنس بقول ابن مسعود: الوقف منازل القرآن. وقال ابن الجزري في النشر: وكان شيوخنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنة كذلك أخذوها على شيوخهم. مثل ما كان علماؤنا في الحزب الراتب، هكا سيدي الشيخ في الحزب الراتب المشايخ تجد واحد من الشيوخ يفعل بيده هكذا، وهم يقرؤون جماعة على ما في هذا الموضوع من خلاف تجده يشير بيده للوقف. وقال أيضا
وفي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته. ماذا قال علي؟ الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. أنا قلت هنا ولست أعلم كيف بنى الإمام ابن الجزري رحمه الله حكم الوجوب من حديث لا سند له. هذا الحديث لا سند له، وبحثنا عليه في كتب التخريج وكتب الأحاديث ولم نجد له سندا، لكن ابن الجزري عليه رحمة الله بنى عليه حكما. والذي أراه أن الحث على تعلم ومعرفة علم الوقف والابتداء يؤخذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سبق. إنه لا يسعني أن أطنب في هذا الموضوع، إذ هو مبسوط في أكثر كتب التجويد لمن أراد، وسأكتفي إن شاء الله بذكر أنواعه وأقسامه على عجل مع بعض التطبيقات. أولاً الوقف، لغة هو الكف والحبس، يقال وقفت الشيء أقفه وقفاً، ولا يقال أوقفت إلا على لغة رديئة. أقول وقفت الشيء ولا أقول أوقفت الشيء، فأوقفت لغة رديئة كما قال العرب. اصطلاحاً هو قطع الصوت على نهاية الكلمة القرآنية زمناً يسيراً بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها، ويكون الوقف على رؤوس الآية ووسطها، ولا يكون وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسمه نحو عما الموصولة. فلا يجوز الوقف على عن، لأن هذه الكلمة موصولة في ما، فلا يجوز الوقف إلا على الألف. طيب حكمه، حكمه الجواز إلا إذا ترتب عليه فساد في المعنى، كالوقف على إله من لا إله إلا الله. قال ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. أنواع الوقف، وينقسم الوقف إلى أربعة أقسام: اختباري، اضطراري، انتظاري، اختياري، كلها قريبة لبعضها. الوقف الاختباري كالوقف على كلمة ليست محلا للوقف لأجل الاختبار أو التعلم، حكمه الجواز بشرط أنه يبتدئ بما وقف عليه أو يصله بما بعده إن صح الابتداء به، وإلا فيبتدئ بما قبله مما يصح. الوقف الاضطراري ويكون اضطرارا كحالة انقطاع النفس أو في العطاس، حكمه الجواز بشرط أن يبتدئ بما وقف عليه أو يصله بما بعده إن صح الابتداء به، وإلا فيبتدئ بما قبله مما يصح الابتداء به. الوقف الانتظاري وهو الوقف على كلمة لبيان وجوه القراءة بها، حكمه الجواز بشرط أن يبتدئ بما وقف عليه أو يصله بما بعده إن صح الابتداء به، وإلا فيبتدئ بما قبله مما يصح الابتداء به. الوقف الاختياري أن يقف القارئ على كلمة مختارا، وهذا النوع هو الذي تتعلق به أحكام الوقف. هذا هو موضوعنا، أن تقف مختارا، وأنت تقرأ تختار موضع تقف فيه. هذا الاختيار يجب أن يكون على علم، ويجب أن لا يخرج على قواعد الوقف وأقسام الوقف المشهورة. حكمه الجواز ما لم يترتب عليه فساد في المعنى. وينقسم هذا الوقف إلى أربعة أقسام: الوقف التام، الوقف الكافي، الوقف الحسن، والوقف القبيح. الوقف التام وهو الوقف على كلمة أو على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وسمي تاما لتمام الكلام عنده وعدم احتياجه لما بعده من اللفظ والمعنى، كالوقف على وأولئك هم المفلحون، الآية التي بعدها إن الذين كفروا، فانتهى الحديث عن المؤمنين
وجاء حديث عن موضوع آخر يتعلق بالكافرين. فالوقف على المؤمنين وقف تام لا يحتاج إلى أن يعني يتعلق بما بعده. الوقف الكافي وهو الوقف على كلام له تعلق بما بعده من جهة المعنى دون اللفظ يعني دون الإعراب، كقوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآية التي بعدها ختم الله على قلوبهم، ما زال الحديث يعني متواصل عن هؤلاء المنافقين، لكنك حينما تقف على هذه الآية يعني تكون قد جئت بكلام يعني واصل يعني كاف. الوقف الحسن هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى، مثل إن أجل الله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لا يؤخر. الآية اللي بعدها لو كنتم تعلمون، فلو تقف على لا يؤخر حسن، لكن أحسن منه وأتم وأكفأ أن تواصل حتى يكتمل المعنى. وسمي حسنا لإفادة معنى يستحسن السكوت عليه أو يستحسن السكوت عليه. الوقف القبيح هو الوقف على ما له تعلق بما بعده لفظا ومعنى ولا يؤدي معنى صحيحا أو لا يفهم، مثل الوقف على ذلك من قوله ذلك الكتاب. ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك، إيش هذا الكلام؟ فإذا كل ما ذكرناه من أنواع الوقف يمكن إدراجه ضمن الوقف بالنظر إلى التعلق اللفظي والمعني وإلى المعنوي، وإليك تطبيق عملي على ما ذكرت لك من أنواع. شوف الآن الجدول، شوف السبورة الآن، عفوا وش اسم هذه الشاشة، نعم مكتوب حسن 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 تام تام حسن إلى آخره. الحمد لله حسن، وقف حسن. رب العالمين، مع أنها رأس آية فهو حسن لأن له تعلقا بما بعده في الأوصاف. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الآن أكمل الحديث عن الوصف والأوصاف وانتقل إلى طلب العون من الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا تام والآخر تام والأخرى اهدنا الصراط المستقيم، حسن حسن تام. هذا بالنظر إلى التعلق المعنوي واللفظي. أما بالنظر إلى رؤوس الآية فإن الوقف على كل آية سنة مطلوبة، خاصة في الفاتحة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر من الوقوف أو الوقف له علاقة بما يوقف عليه من سكون أو إبدال ونحوهما، وهو المشهور بالوقف على أواخر الكلام. الوقف بالسكون، وفيه يتم تجريد الحرف عن الحركات الإعرابية الثلاثة، وهو الأصل في الوقف، إلا أن الحرف المنون المنصوب يوقف عليه بالإبدال ويمد بمقدار حركتين ويسمى العوض. الوقف بالإبدال، ويكون عند الوقف على المنون المنصوب كما سلف، فيبدل حرف مد ولا يزاد فيه على حركتين، ويكون كذلك عند الوقف على تاء التأنيث المتصلة بالأسماء نحو القرية، تبدل هاء التي رسمت تاء فيوقف عليها بالتاء مراعاة للرسم، مثل امرأة أصلها امرأة نقف عليها امرأة، هكذا حسب الرسم. الوقف بالحذف، ويكون في الآتي: المنون المرفوع والمجرور يحذف تنوينه ويوقف عليه بالسكون، غفور كريم حكيم. ميم الجمع يوقف عليها بحذف صلة ما يوصل منها نحو فاستفتهم. هاء الضمير قال له صاحبه. يا آت الزوائد دعوة الداع وتحذف عند الوصل. الوقف بالروم يعلم يعلم قليلا نسمعها نستعين
فائدة. الوقف بالروم على أحد حروف القلقلة يذهبها، أي صفة القلقلة، كالوقف على قوله برب الفلق، وهذا النوع من الوقف يلغز به. فافهمه، ما معنى يلغز به؟ يجعل كلغز، يقول الإنسان قف لي على الفلق بالروم، يبدأ هو يفكر ماذا أفعل للقلقلة. هنا نقول له لا قلقلة، خلاص تزول القلقلة. نعم، لأن الروم أفسدها. الوقف بالإشمام ويكون بالمضموم في قوله الصمد، الصمد نستعين، هكذا. والإشمام أن تجعل، هذا كلام السفاقسي، شوف كلام السفاقسي ما أجمله في تشبيهه بالإشمام. والإشمام أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطقت بالضمة، أو كهيئتهما حال التقبيل، كما قال بذلك الإمام السفاقسي رحمه الله حال تعليقه على الإشمام الذي في لفظة تأمنا. تنبيه، لا يكون الوقف بالإشمام في هاء التأنيث ولا في ميم الجمع ولا في هاء الضمير ولا في الحركة العارضة. وانحرن، وانحرن، وانحر، أصلها وانحر إن، عند ورش لما يكون النقل يقول وانحرن. لو نقول لك نايا شد المصحف وانظر إلى هذه الحركة وقف عليها مثلا بالروم، فلا تقف. ليش؟ لأن هذه الحركة عارضة وليست أصلية. فإذا يكون الروم والإشمام في غير الوقف في ثلاث كلمات من القرآن الكريم، تامنا روم وإشمام، سيئة إشمام، سيئة هكذا الإشمام، سيئت بالإشمام. ثانيا الابتداء، لغة من البدء، تقول بدأت عمل كذا إذا شرعت فيه. اصطلاحا الشرع في التلاوة، الشروع في التلاوة بعد قطع أو وقف، ولا يكون إلا اختيارا. أقسامه ابتداء جائز وابتداء قبيح. الابتداء الجائز هو ما يجوز الابتداء به، أي الابتداء بكلام مستقل في المعنى يبين ما أراده الله تعالى. أقسامه الابتداء التام، وهو ما لم يكن له تعلق بما قبله لفظا ولا معنى، نحو إن الذين كفروا سواء عليهم. هنا بدأ الحديث عن صنف الكافرين ولا علاقة له بالصنف الذي مضى وهو صنف المؤمنين. الابتداء الكافي وهو ما تعلق بما قبله في المعنى فقط، ويكون بعد وقف كاف، نحو ختم الله على قلوبهم. الابتداء الحسن، لا يخفى عليك أن الوقف على رؤوس الآية سنة، وهو من الوقف الحسن. وكذلك الابتداء بأول رأس الآية ابتداء حسن إن لم يكن هناك إبهام للمعنى، وهذا اختيار ابن الجزر رحمه الله. لكن يجب الحذر من بعض الوقوف الحسنة التي يكون الابتداء بما بعدها قبيح، قبيحا، نحو من يبدأ بقول الله إن الله فقير ونحن أغنياء، ما تجيش. بل ثبت عن السلف أنهم حينما يصلون إلى هذه الآية أو قول الله عز وجل يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة، كان السلف يقرؤونها بصوت خافت تأدبا مع الله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تأدبا مع الله عز وجل. فروق يستحسن تعريفها.
الوقف وهو السكون على آخر الآية زمنا يتنفس فيه عادة بنية الاستمرار. هذا رأيناه في أول الكتاب، لا داعي. شوف هذه التنبيهات مهمة جدا. اعلم أخي الطالب أن مواضع الوقف التي تطرز آيات القرآن ليست محل إجماع. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. اسمع سيدي. هذه مهمة جدا. اعلم أخي الطالب أن مواضع الوقف التي تطرز آيات القرآن الكريم ليست محل إجماع بين علماء الوقف. حينما تجد وقفا هذا الوقف ليس محل إجماع، فالمجال فيها واسع إن شاء الله. لذلك اختلفت مصاحف المشارقة عن مصاحف المغاربة في وضع اصطلاحات تبين هذه المواضع، وأغلب مصاحف المغاربة اعتمدت أوقاف الإمام العلامة أبي عبد الله محمد ابن أبي جمعة الهبطي أو الهبطي المتوفى سنة 930، وقد نسب الوقف إليه حين سماه المغاربة بالوقف الهبطي، فهي أوقاف جليلة جميلة ذات معان حسنة ولطيفة يستأنس القارئ بها أيما استئناس، وعلى جلال قدرها فهي ليست من باب الإلزام الحتمي مثلها كمثل أوقاف المشارقة، إلا أن العمل بها يبعث على الفهم وإدراك أبعد المعاني. ولعل المتفق عليه في هذا المجال تعمد الوقف على كل رؤوس الآية اقتداء بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة أن هناك وقوفا لها تعلق بما بعدها يفرض على القارئ الإتيان بها. هذا والمسألة مبثوثة في أمهات الكتب، وقد ألفت بحوث معاصرة في هذه المسألة أوصي بقراءتها والرجوع إليها حتى تكون أخي القارئ على دراية تامة بآيات الكتاب العزيز، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. طبعا أكملت الحديث باختصار شديد وبعجالة عن أنواع الوقوف. هناك أنواع أخرى من الوقوف لم أذكرها هنا، الوقف التعسفي والابتداء التعسفي كما يفعله بعض القراء الآن، خاصة المجودون من مصر الذين يجودون القرآن الكريم، عندهم بعض الأوقاف التعسفية. والوقف التعسفي هو الوقف الذي لم يقل به أحد من العلماء، لكنه إذا جاء يأتي بمعنى غير مراد، معنى غير مراد، يعني يتعسف فيقحم معنى آخر. مثل نعطيك مثال، مثلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يأتي من يتعسف ليقف وقفا تعسفيا ويبتدئ ابتداء تعسفيا فيأتي بمعنى جديد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قسم لا تشرك ثم يقسم بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهناك وقوف كثيرة كما في سورة الحج، سورة الحج قوله تعالى وأطعموا البائس، كيفاش الآية؟ فكلوا منها وأطعموا البائس، لا أطعموا القانع والمعتر، اللي قبلها وش هي؟ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك
سخرناها لكم. بعض القراء يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك. معناها ما تنسوش المعتر حتى هو أطعموه. سخرناها لكم. ونعطيكم الآن وقف قبيح جدا، قبيح جدا بحيث يقلب الآية رأسا على عقب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. نقلب الآن، شوف شوف من لا يتنبه للوقف. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون. راح المعنى خلاص، دخل بعضه. فالإنسان إذا لم يتنبه لمثل هذه القضايا فإنه سيتيه ويضيع. هذا ما يسمى بالوقف والابتداء التعسفي، لم أذكره لأنه ليس من مراد أهل القراءات. الدرس الأخير ياءات الإضافة يا سيدي مراد، هذا لا يأخذ منا كثيرا. تفضل. والله يا شيخ الذي أخذناه من مشايخنا الوقف الحرام ما كانش، الوقف المحرم في القرآن لا يوجد وقف محرم ينبني عليه إثم وثواب وعقاب، هذا الذي هو غير موجود. أما الوقف القبيح يعني ربما لجلاد القرآن، وذكره ابن الجزري صحيح موجود ومعروف كالقراءات العشر الكبرى والصغرى. الكبرى والصغرى بعض العلماء لا يستجيزها، يقول لك كيف تنسب الكبرى والصغرى لكلام الله عز وجل؟ نقول القراءات العشر أو الثلاثة المتممة للعشر أو القراءات التي ذكرها مثلا ابن الجزري في طيبته أو في النشر، كل ذلك هروبا من قوله الكبرى والصغرى. لكن هذه مصطلحات تعارف عليها الناس واستقامت فيها النوايا ولا داعي. الوقف القبيح يعني وقف يعني لا يليق بكمال وجمال المعنى حال قراءتنا لكتاب الله عز وجل. والله لا أرى في ذلك مانعا، خاصة وقد كتب وألف وذكر في كتب الأقدمين والمتأخرين. لعل مقصد هؤلاء مقصد طيب وجميل. كلمة القبيح لا تليق ربما بجلال آيات القرآن الكريم، كيف يلتقي الوقف القبيح مع القرآن الكريم؟ ربما في هذا الإطار. لكن هل تنبهنا إليه دون أن يتنبه إليه؟ في هذا هو السؤال. شفت، هذا هو، هذه مسألة يعني في الحقيقة لا ترقى نعم. بارك الله في شيخنا. ياءات الإضافة والياءات الزوائد. ياءات الإضافة هي ياء المتكلم الزائد المتصلة بالأسماء والأفعال والحروف، نحو عيني ليبلوني وإني أولي. أما ياءات الزوائد هي الياءات المتطرفات التي تثبت نطقا لا رسما. ياءات الإضافة هي الياء اللاصقة والملتصقة بالكلمة سواء بالاسم أو بالفعل أو بالحرف. أما الزوائد فهي الزوائد المكتوبة رسما، وعادة ما يشار إليها في المصاحف الحديثة بياء صغيرة، والمصاحف القديمة بياء حمراء اللون، وتسمى عند عامة الحفاظ بالياء الحمراء وترسم على هذا الشكل كما رأي مرسوم الآن بهذا الشكل. الآن الفرق بين الياء ياء الإضافة والياءات الزوائد
زوائد الياءات تكون في الأسماء والأفعال فقط ولا تكون في الحروف، بخلاف ياءات الإضافة تكون في الثلاثة. الزوائد محذوفة من الرسم، من رسم المصاحف العثمانية، بخلاف ياءات الإضافة فإنها مثبتة فيها إلا ما استثني. الزوائد اختلف فيها القراء بين الإثبات والحذف، بينما ياءات الإضافة الخلاف فيها من حيث الفتح والسكون. الزوائد تكون حرفا أصليا في ذات الكلمة وتكون زائدة كذلك، بخلاف الإضافة فإنها لا تكون إلا زائدة عن أصل الكلمة. فائدتان: جملة ما وقع في القرآن الكريم من ياءات الإضافة ومما اختلف القراء في فتحه 212 ياء، والمسكن باعتبار رواية ورش 40 فقط، الكل 212، والمسكن من ياءات الإضافة عند ورش 40، مجموع الياءات الزوائد المقروءة وصلا والمحذوفة وقفا عند ورش هي 47 ياء على التمام والكمال، وهي مبسوطة في كتب التجويد لمن أراد الرجوع. ياءات الإضافة باعتبار ما بعدها: أولا، ما جاء بعدها همز قطع مفتوح أو مضموم أو مكسور، نحو رب اجعل لي آية وإني أعيذها على عيني إذ، حكمها الفتح في جميع القرآن الكريم عدا 18 موضعا تكون فيها ساكنة غير مفتوحة، والمواضع هي أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاذكروني أذكركم، قال أرني أنظر إليك، أنظرني إلى يوم ربي فأنظرني إلى، آخر الآيات الموجودة والمبثوثة. ثانيا، ما جاء بعدها همزة وصل ملازم للام التعريف، نحو ربي الذي، أو كانت مجردة عن أل التعريف، نحو إن قومي يتخذوا، حكمها الفتح في جميع القرآن الكريم عدا 3 مواضع، فإنها أي الياء تسكن في حالة الوقف وتحذف لفظا للتخلص من التقاء الساكنين، وهي إني اصطفيتك أخي اشدد، يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما جاء بعدها غير همز من سائر الحروف، نحو صراطي مستقيما معي صبرا، حكمها الإسكان في جميع القرآن الكريم عدا 11 موضعا فإنها تفتح، بيتي للطائفين وليؤمنوا بي، وجهي لله، وجهي للذي، مماتي لله، بيتي للطائفين ولي فيها، ومن معي من المؤمنين، وما لي لا أعبد، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، ولي دين. تنبيهات: وقع الاختلاف في كلمة ومحياي، فروي فيها عن ورش وجهان، الفتح والإسكان، والمقدم أداء هو الإسكان، والمقدم رواية هو الفتح، والوجهان صحيحان مقروء بهما، والله أعلم. فتح الياءات في كل الحالات لا يكون إلا في حالة الوصل، أما عند الوقف فلا يكون إلا الإسكان مع المد الطبيعي. بيدي لدى عصاي مثواي، فلا خلاف في فتحها لأن إسكانها يؤدي إلى التقاء الساكنين. وإليك المواضع التي فتحت فيها ياءات الإضافة بحيث وضع قبلها ألف وبعدها غير همزة القطع أو الوصل، وهي 6 كلمات: رؤياي وإياي وهدايا ومثواي وعصايا، يا بشرى يا بشراي، الياءات الزوائد باعتبار أقسامها
القسم الأول ما كانت الياء فيه زائدة على أصول الكلمة نحو نكيري وعيدي، هذا النوع من الياءات يسمى ياء الإضافة مع أنها لم ترسم في المصحف الإمام، لأجل ذلك اختلف القراء فيها إثباتا وحذفا لا من ناحية الإسكان والفتح. القسم الثاني ما كانت الياء فيه من أصل الكلمة ووقعت لام الفعل نحو الجواري الداعي المنادي ياتي نبغي، هذه لم ترسم في المصحف الإمام، وكلا القسمين مختلف فيه بين القراء ومن روى عنهم، ومجموع ما أثبته ورش وصلا وحذفه وقفا 47 ياء، إليكها كما طرز بها المارغني نجومه، كما طرز بها المارغني نجومه، ومن اتبعا يوم ياتي لا تكلم لئن أخرتني، طبعا حال الوقف، ومن يهدي الله فهو المهتدي أن يهديني ربي قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى إلى آخره. ونكون بذلك قد أنهينا كل الكتاب يا سيدي يا مراد، ولم يبقى إلا الملحق. الملحق هذا ليس من أصل الكتاب، هو ملحق، هذا ما يسر الله ذكره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بارك لنا في الوقت، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. صلى الله عليه وسلم.